فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين مع ضيوفنا منجم ابراهيم، سامي العروسي، كذلك وليد قرفيلة. نحكيو على مقابله الترجي والاهلي. خلينا نحطوا نحكيو شويه على الاختيارات تاع معين الشعباني في المقابله. تشكيله هل كانوا افضل 11 سامي اللي هبطوا المقابله؟ على الورق افضل 11 بالنسبه لي انا، مع خروج الخنيسي. معناتها كنا ديما شوا بين الخنيسي وعبد الباسط. شعلاني ديما يقول كوليبالي، ديما برشا معناتها معين يكون يعمل اكثر على كوليبالي في الجرون ماتش، ديما يحب بيفو. فما ما كانش كان اورليست، فما الحديث على معناتها اصابه دي شيرير مسكولي فوالا. لكن حتى لو كان حتى معناتها باش تسوق معلومه، سمعني كلام حتى اللي قال باش يكون غير. اي معناتها شعلاني معناتها مش موجود. حتى لو كان موجود شعلاني كان مش يلعب كوليبالي. معناتها نتصور هيك افضل تشكيله، افضل تشكيله نورمالمون في وقت انت حاجتك بالريزلتا. نورمالمون ماتش الاياب على الاقل يخرج كوليبالي يمشي شعلاني اكثر اوفونسيف. لكن هذه في ماتش الاياب، لكن نحكي في ماتش الذهاب ديما اذا كان حضروا زوز راهوش يلعب كوليبالي على شعلاني. كوليبالي يقول لك انا بيفو اكسيال فكيك. ما تشوفش يرزن شويه الهجمه كوليبالي؟ لي تروا بيفو في العالم اللي خرجوا ناجحين برشا برشا، بيسكيتس و اكزافي ونيست، هذوما لي تروا مليو في العالم. خرجوا ثلاثه لاعبين شنو عندهم؟ هذوما ثلاثه عندهم، اكزافي عنده لونديرونس، البيفو لازم يكون عنده لونديرونس. معناتها لونديرونس يعني يجري برشا في التيران. احنا تو مشكلتنا كان جات عندنا كتلافز اللي تقيس قداش يجري كوليبالي. انا مشكلتي في كوليبالي في حاجه برك، لو كان نجم نقيم قداش يجري في التيران وقديش ينجم يتحرك سون بالون وقديش يعمل له سوليسيون وقت نقيم لك انا كوليبالي. اما راهو بالنسبه لي انا كوليبالي الميسكل هو البدن نتاعو عنده الميسكل الكبير، الميسكل الكبير يعمل الفيتيس ما يعملش لونديرونس خاطر ياخذ برشا اكسجين. دونك هنا اذا كان باش تقول لي اللي يعملوا لونديرونس هما نتاع كاكيني، عرفتهم هكا الضعاف هكا اللي يجريوا برشا لونديرونس معناتها يشد الوقت يجريك 4000 و5000 متر هذاك نتاع كيني. اما اللي يعملوا ال 100 متر هما تاع لي زامريكان اللي عندهم ميسكل كبير. الميسكل الكبير ياخذ اكسجين برشا، واذا كان باش تمشي للونديرونس ياخذ لك، اذا كان باش ياخذ لك برشا ما تلقاش روحك. دونك هنا كوليبالي فكك، كوليبالي قوي في الديول، كوليبالي قوي في ال 50 متر، في ال 100 متر كي يدخل لك في لانكونترا. اما كوليبالي مشكلته كي باش يتحرك برشا في سون بالون، باش يتحرك برشا اللي يعمل سوليسيون لو دوز اكسيون نتاعو، باش يتحرك باللارجور نتاع التيران. نتصور لو كان تراش ربما سامحني في المنجي كان كوليبالي يلعب في الريجيستر اللي يلعب فيه مع خالد بن يحيى قدامكم، معناتها يرجع محمد علي بن رمضان اخف منه بلو فيف، يرجع هو قدام اللاكس سنترال تحصل وليد قدام بن رمضان ويلعب كوليبالي قدام محمد علي بن رمضان كما قلت انت على البيركسيون باش يدخل عملها مع ليتوال. عملها مع خالد بن يحيى، خالد بن يحيى لعب في التسليم. قلت لك وليد تحصل بن رمضان القدام يعاون ويمركي. كنت تنجم حتى هو بالغيط الفرنسي هو سنة في التروا في الكاترو تروا لعبها معين ان بيفو ودور اليور. الدور اليور هذوما يسميزمهم يكونوا ديفينيسور، يكونوا ديزاتاكون كاشي، يكونوا دو سوتيان للزاتاكون، يعني عنده مهمه كبيره. بالرمضان وبالغيث هما اللي مشاو في الحكايه هذه، هما اللي مشاو اكثر. سي المنجي مع قدوم البدري والنقاز توقعنا جهه مين قويه برشا للترجي؟ لحد الان ما شفناش كما في مستوى الانتظارات خاصه نتاع الاحباب. سؤالك اول حاجه السامي على كوليبالي، شفنا اللي انا ما شطرش سامي كي يقول هذوما لي 11 للتركيبه هذه، لان توغي وعبد الباسط ما عندهمش مكانتهم في الترجي الرياضي التونسي اليوم في التركيبه نتاع الترجي الرياضي التونسي. وانت سالت سؤال على كوليبالي اللي هو فريمون لا تري بون كيستيون للناس الكل، حتى معين بوندون لو ماتش كان لاحظتوها كولي العب البروفوندور. كي تشوف الديشي تكنيك اللي صار في الترجي الرياضي التونسي، يا يو بلوس كو 35 بالون على الادفيرسير، سو كي غراف دوز اون ايكيب اللي تحاول باش تعمل افيك لي زاتو اوفنسيف. شنو هي نقطه القوه اللي كانت قبل نتاع الترجي الرياضي التونسي؟ سي كا سيرتان مومون عندك ما لقاوش حلول، تلقى لينتوندو. شنو هو لينتوندو؟ سي لوي لو جوار اللي كيعرف يعطيك الساعه كود ماجي، ماهيش موجوده اليوم بالتركيب الموجوده او نيفو اوفنسيف. البدري انا ما عندي هذيا وقت اللي رجع البدري قلت كلمه بحذاك هنا، قلت اللي الترجي الرياضي التونسي تعرف اش كان عنده وما تعرفش شنو اللي باش يجيها. علاش؟ خاطر في الدوري السعودي لعب 11 مباراه في ال 40 دقيقه برك. سافيدير كوا؟ سافيدير كو لا معناها الدوري السعودي تبارك الله 8 اترونجي بار ايكيب، معناها قوي.
يلزم جماهير الترجي تصبر عليه. ولليوم ما شفناش أنيس البدري. كي تشوف أنيس البدري أنت وكساسوها نسيم بن خليفة ولا المهاجمين بتاع الترجي الرياضي التونسي الموجودين وكنت حبثت على المرزوق خاطر نحب ولا نكره بوتيتر ان كومبليمون مع حمدي لوني اكثر وسيمانجي كي كان يلعب عطاه برشا اضافه سجل برشا بونتويت سجل برشا بونتويت بعد اختفى ما نعرفوش علاش فهمت هذه نقطه استفهام دونك ما تنجم تعيش كان مع الجروب هذايا حاجه اخرى اللي كان لاحظته اللي سي دو جامي في تاه ياسين الخنيسي تنجم تعطيه البالون بروفوندور اما حمدي الهوني لازمك تعطيه الكره في ساقيه باسكو سي ني با سا فورس ولا بروفوندور ما يعرفش كي تعطيه في ساقيه الكره يعرف شو يعمل حبذت اللي توغي اللي كان فريمون نيجاتيف بارابور على طلوع حمدي النجاز نحب ولا نكره خاطر سي لوي توغي كي ياخذ الكره بور كري لو 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 سور نومبر نتاع لي ديفونسور الهجوم التالي ما لقاش اسباس حمدي النجاز امون افي كان يرجعوه ستوبر بوتيتر بوكو بلوس كي باش يلعب الريدروا انت شو صارت مشكله احنا ضد البوركينا فاسو كنت تفكروا شكون اللي جاني في بوركينا فاسو وقت دوارتي وقت اللي قالوا لهم روحنا في الليل قالوا لهم روحنا بنعرفوا كيفاش نلعبوا مع علي معلول غدوه من غدوه شكون حطوا الرجوش من غدوه عبد النور وشفنا الكارثه اللي صارت في المباراه هذه دونك اليوم تلعب ما تلعبش اون فونكسيون دو لادفيرسير تلعب اون فونكسيون من الجوارات اللي عندك اليوم او نيفو اوفنسيف الترجي الرياضي التونسي تحب تعمل اي ديفونس في العالم اذا كان ما عندكش لي زاتاكون اديكوا اللي كي سون كابابل ا سيرتان مومون باش يعمل لك الفارق يا رسول الله ميم او نيفو كونترول دو بال ما بين توغي وعبد الباسط فريمون سا بوز ان بروبليم اللي وجود الملاعبيه هذوما في الترجي الرياضي التونسي كتيتولير جو دي بيان كتيتولير خلات اللي هي نقطه استفهام للجماهير هو على البدري وليد ايه مش ناس لكن هو منتظر ايه مثلش انا حبيت جوست رمارك كثيرة على البدري والنجاز لو كان منتظر الرولاشمون في شي سمون اللي بش يصير ذي يقعدوا برشا ما يلعبوش جوست في الميكرو تكلم يقعدوا برشا ما يلعبوش حتى علميا ما تقعد برشا ما يلعبش حمدي تحاول بطولة متواضعة في اوروبا يقول لي لاتفيا كان مانيش غلط اضبط لي بالسؤال نتاعي اللي جاي النجاز شكون اخر حمد الهوني بن غيث الشتي اول ما جاء كان مستواهم محترم جدا معناها ما تشوفش تراجعوا شويه لهنا مش ميساج خلينا نحملوا حتى مسؤوليه ستاف تكنيك ميساج احنا ديما هنا ندافعوا عليه ميساج كي لازم نقولوا له انت شد المدافعين الطاقم الفني ما تحسنوش الملاعبيه هذو لا تقهروا مش ما تحسنوش تراجعوا برشا زاد لهنا خاصه انه برشا حتى في بلاتويت كي يبدا مدرب اجنبي نعطيه العصا سامحني بين ظفرين اما كي يبدا بتونسي نحسبوا شويه معاه بحكم علاقات وشخصيه وحاجات من هو هذايا فما بليزير بارامتر تنجم تكون داخل فيها اللاعب نفسه يتلهي بروحه في الميكرو اي يتلهي بروحه ماكلته ليجين دو في نتاعو وقتاش يرقد كيفاش يتصرف في حياته اليوميه بعد التمارين يريكوبيري ما يريكوبيريش واكيد زاد دور المدرب شنو الاضافه الفنيه الفرديه اللي قدمها لكل ملاعب بعد كل سيونس دي تريمون معناتها الملاعب يزيد فما اضافه تزيد للملاعب بيلون الخدمه فهمت فوالا معناتها انت ملاعب نورمالمون بعد كل حصه تدريب يخرج بحاجه خذوا الشتي مثلا عنده مشكله في تخريج الكوره تحسن في الكوفرتور فوالا تحسن تخدم سبيسيفيك ما تخدمش فهمت هذا الكل ما إيه كي يبدا ملاعب النجم نقولوا مشكله فيه هو ولا زوز اما هذا تقريبا الكل توا قاعدين يراجعوا قلق يا ترود ديش تكنيك خويا سلام سامحني خويا وليد اللي شتي انا قلتها قبل المباراه قلت انا نقطه استفهام لا تيتولاريزيشن شتي لان شتي كي يدخل كرومبلاسون انا امون افي يعمل الفرق في ماتش بلوز ديت فوالا شتي راه في فريق الجوله سي مونجي في الكاف في الوحده هذيا اي لازم هذا في فريق وقت اللي دخل في يمكن هي وقت اللي دخل في هذه نقطة استفهام سي مونجي راه دخل في مكان بن حميدة المباراة الأخرانية عمل إضافة كبيرة عمل إضافة أكثر من اللي هو موجود في تيتيوب نفس النقطة مع بن غيز كيف كيف راه في القائمة الموسعة نتاع جمال بالماضي معناتها تو في الليستة الأخرى اللي عملها جمال بالماضي مو مشي عبد القادر بدران
شتي جيتو بري كونفوكاسيون في الاخر ما مشاش ما يبعثوا لي بري كونفوكاسيون حتى لاعب ينشط خارج في الدوري الجزائري ولا معناها في تونس مش يكون موجود اي موجوده ما مش كتيتولير الوجود في حد ذاته مع النخبه هذيك والنجوم ديجا اللي كيمتعوا بس المنزي هنا تو احنا مش نبدا نقيموا في الملاعبي بملاعبي مثال شيء تفضل نحب ندخلوا في الحكايه الجو نتاع تاع حط ليسونسيو بالاسامي الجو نتاع ريفي الجو نتاع الملاعبيه الكل سيرتو ليكيب ليكيب سنا عملت ديباو ديو معناتها ما عملتش عام ستابل اللي باو ديو هذوما ثم ضغط من برا يصير ثم التشكيك في الملاعبيه ثم فينا نوعيه الريكروتمون ثم ستابيليتي معناتها ما تحسش ليكيب عملت ستابيليتي في العام سنا نقول واحنا ماشيه الاسباب برشا الاسباب انه ثم نقولوا احنا الاكسترا سبور مثلا تعمل لي كالندري ماهيش صحيحه تعمل لي انا نلعب مره اربعه بيكيب والدوزيام ايكيب نهار لحد نلعب بيكيب وهنا كيب هذه شامبيون ليغ وهذه الايكيب هذه نلعب بها شامبيونا يعني مثلا ما ستابيليتي في الايكيب شكون مسؤول اختيار فني مش اختيار فني نبداو بالجامعه اللي تحب تكمل السيزون وعملت ثلاثه جمعات للاسبيرونس في التريف هذايا نورمالمون العب اربع حد ومن بعد يجي اخر العام انا وقت حاجتي بالماتش الاهلي تجي تعطيني تروسومين انا عليه انسحبت من الكوب وبرا من الكوب علاش ما تسميش الشامبيون حتى الكاف يمكن حتى الرزنامة تاع الكاف عليه علاش تخليني انا تروسومين إيه انت تحب تكمل الشامبيون حتى عندك مشكله مع الشاب تحب تكمل الشامبيون قبل ما يخرج القرار خويا خلنا لا ما تهيت لي حتى يا سي المنجي ما تجيش تحط لي ماتشات الكوب ورا بعضهم يا سي المنجي انا كالندري في العالم لقيت انا كالندري في العالم ما دخلش الشاب خاطر الشاب راهو علاش انا اسمعني سامي علاش نسالك سؤال خليني السؤال الشاب نسالك سؤال الشاب بقدرة ربي وقولها في البلاطو هذايا باش ترجع للناسيونال لكن نسالك سؤال وجاوبني نسالك سؤال وجاوبني انت كجامعه رابطه ولا كجامعه تجي تحط لي ماتشات الكوب ورا بعضهم نخسر انا كوب من التورني الاول نقعد انا شهر ما نكورش إيه انت تخمم بسبورتيف كيفاش تخمم معناتها انا نورمالمون الشامبيون تقعد تلعب الشامبيون لين نكمل انا الشامبيونز ليغ نتاعي تقول لي انت لو 31 جوان كمل لي 31 جوان الشامبيون خليني انا نكور ما تعطينيش تروس سمين نجي انا نمشيو بالتوازي ولا نمشيش انا نعدي اموا نمشي نعدي فيه ستاج لبرا نمشي انا تروس سمين ما عملش كومبيتيسيون اوفيسيال عليه او مثلا فوزي بنزرتي شكون اللي عمل هذه يتشكل اللي فما شامبيون وقت الشامبيون مش مشكل اعطيني جمعه الصوره بالعكس انا اعطيك اعطيني جمعه نلقاو مش ديزيكسكيوز نلقاو مش على ذاك انا تروس سمين فقط ما نحكيوش مع بعضنا سامي الله يخليك مش على ذاك بركه انا نقول اللي اليوم كواكي لاريف هلال الشباب باش تكون موجوده في البريمير ديفيزيون هذه سون ديسكوتي هاك جبت هلال الشباب هي يعطيني كومبيتيسيون انا عطيك سبب من الاسباب يوم ما قالها سي المنجي وكا هو لا شوف اش قال وليد بارابور خويا وليد على بارابور على سي فوزي المزرتي وسمعته دونك اليوم وقتاش نجبدوا المشاكل هذيا مش مشاكل ريزولتا لا نحكي لك لي ديتاي تروا سمين برشا لا نحكي لك هي هو باش نفسر لك برشا عليا كومبيتيسيون ننسى شنو ثما ريا كونسونتراسيون تاعي او باش نفسر لك علاش ما نحكيو على الجزئيات هذيا كان كيصير ريزولتا نيجاتيف ان ايشيك نحاولوا نحطوا انت بعد ساعات جوار يبدا يحكي مع اربيتر وكنت انت تعرف يحكي مع اربيتر بعد ساعات صرت مومون وكل شيء عليه باش يغطي النقايص نتاعو هو لونترونور نفس الشيء لان الفورما نتاعو ني با اكسبسيونيل انا كي كنت نلعب في سويسرا جا منا اربيتر سيلفو بلاي ودرا شنو انا ضيعت بونتو سهل جاني في الميتون قبل احنا داخلين للتيران قال لي مسيو بن مغيم Je sais que vous êtes correct et tout, mais quand vous avez raté un but tout fait, قلت لك حاجة أنا من وقتها فهمت اللي سار عليهم دو نيغوسيي افيك لي زاربيتر واللي نجم يصير هذا اش تحب نحكي خويا سامي لأن اليوم راهو لو بروبليم دو كالندري سي ان بروبليم وسورتو سنا على الوباء على مش وباء مش وباء سي المنجي فهمني في النقطة هذيك شفت سي فوزي قال فهمني في النقطة هذيك فهمني في النقطة أعطيني ماتش بار سومين اعطيني كومبيتيسيون اوفيسيال راه فرق بين حتى ماتش اميكال وماتش اوفيسيال في الكونسنتراسيون في ليكيب في الكويزيون في اللعب في الريتم
في التحذير راهو تعطيني تروسمان تروسمان تعطيني وتقول لي ارتاح والعب ماتش بار تروس. انا نحكي لك حكايه او متاكد منها المعلومه هذه الاسبيرونس باش تعدي ان بون ماتش في الاهلي ان شاء الله. قال سي احنا بعدنا على الموضوع تاع فريق عملت الترانزيسيون عملت الترانزيسيون باهي. خلينا نحكيو شويه على ماتش الاياب ضد الاهلي قبل ما نحكيو نحلوا ملف بعد شويه من مقابلات كاس تونس. خلينا نسالك وليد كيفاش تشوف ماتش الاياب ممكنه؟ والله كل شيء وارد سليم معناتها الترجي عودنا انه معناتها ما ثماش مستحيل مع الترجي اخر الاعوام شفنا بريميرو دي اغوستو شنو اللي صار معناتها لاخر وقت الفريق كان منسحب 2-2 قبل 10 ولا 15 دقيقة شفناه رجع 3-1 في نهاية 2018 ضد الاهلي 3-1 في تونس مع بالوزداد اخر اخر مرة في الدور ربع النهائي 2-0 في الجزائر وكيفاش رجع الفريق. فريق عنده شخصيه الملاعبيه كما قال المنجي ما شو نقول لهم حلوا فلوسكم حلوا البرشة فلوس اللي تاخذوا فيها غيركم يتمنى باش ياخذوا حتى شطر والربع اللي تاخذوا فيه انتوما كونوا في المستوى كونوا في المستوى تاع المريول اللي حاملينه اللي حملوه برشا قبلكم معناتها وكونوا في مستوى انتظارات الجمهور اللي شاهدناه كلمة صغيرة على الجمهور سلام شاهدنا جمهور الترجي الرياضي التونسي العودة نتاعو ولو على غالب الانسداد صغير اللي صار قبل الماتش واللي الحقيقة ما يتحملش مسؤوليته جماهير الترجي كانت تحب بعد نحكيو فيه معناتها أي. أنا أشوف الأمن زرب برشا في تلاق معناتها البومب كريموجين الحقيقة كان نجم يتريث شوية ويتعامل مع الوضع خير شوية جماهير مازالت فرحانة جماهير رجعت للملاعب جماهير تستنى عندها مده في الرجوع للملاعب مشكل كبير التعامل الامني عباد ماهوش متخصصين بالحق في التعامل كيف التعامل مع الجمهور عيب معناتها شفنا حتى النار كيفاش شعلت ونعرفوا احنا المسار والسوت لي زوكازيون هذوما المنجي والكاف تستنى فيها للترجي مش معقول معناتها مع كل احترام للامنيين حقهم تحليوا بشويه ضبط سي المنجي الترجي عمرها ما ربحت الاهلي ما عرفش كما يشغل وليد في مصر في مصر سنه 90 بضربه الجزاء كان 0-0 في تونس و 0-0 في القاهره بضربه الجزاء تعادل معناه في الماتش 0-0 سي المنجي نجموا ينجموا طبعا احنا نجموا احنا نحكيوا الكل راهو الكره بيسير بيسير سي تري امبورتون راهو الكلام هذايا ولا سوليداريتي وانا نقول تو سامبلومون اللي اليوم انا لا شانس اللي احنا نلعبوا في كره قدم في 30 ثانيه ولا 20 ثانيه تكون انت من اسوء اللاعبيه في العالم وبعد دقيقه تسجل هدف تولي اشب واعز. انا نطلب تو سامبلومون من الملاعبيه هذوما يعملوا اون رياكسيون ونجموا بالاداء وبالنتيجه ينسيوا الناس الكل خاطر اتونسيون الجماهير راهي قاعده صابره لان ساكتين من كل النواحي ماهمش باش يلوموا على الفريق لان في يستناو في الماتش روتور الماتش روتور الكره في ساقين الملاعبيه دونك اليوم باش تعطيو صوره وتعطيو نتيجه وثم اون بوسيبيليتي اللي راهو الاهلي بيصير له مشكله كبيره علاش سامي قال هو قبيله لان الاهلي اليوم يقول لك انا مترشح ما يعرفش انا هي الطريقه اللي باش يلعب بها دونك اوتوماتيكمون الترجي ناريانا بيردر مي الترجي ماهيش باش تاخذ ريسك كبير او ديبي باش ما يتسجلهاش هدف ثاني لكن اليوم الكره في ساقي الملاعبيه يلزموا ينظروا للاطار الفني اللي وقف مع برشا ملاعبيه اسرت مومون دو لي مومون ديفيسيل ولقاو الاطار الفني والاطار الطبي دونك اليوم انت اون كونتر بارتي باش ترجع باش ترجع افيك اون كاليفيكاسيون والكاليفيكاسيون الي بوسيبل ريان ايت امبوسيبل في الفوتبول خاطر كي تسجل انت هدف غاديك في الاهلي ضد الاهلي المصري في مصر معناها باش تدخل الشك للفريق الاهلي كما اللي صار في الترجي الرياضي التونسي هنا معناها المباراه ما كانتش في مستوى عالي خلات للاهلي ابروفيتي دو لوكازيون. نكمل معاك انت سامي فنيا نحب نسالك شنو لازم يبدل مقابله الذهاب تقريبا ما مشى شيء انا شفت شنو لازم يتبدل لازم رياكسيون تبدل حاجه من معين الشعباني باش نقسم السؤال مرتين باش أيوة نرجع بسرعه خاطر وليد سنه فينا فيه فلاش بوينت اخي بسكور ولا انا زيرو ناكد لك اللي الاهلي روحت باخي بسكور باهي وضيعت على روحها الكاليفيكاسيون الاهلي بدو زيرو نتاعها اللي ضيعتها على خاطر احنا ديما في الكوره الكوارجي ديما لو سكور انا زيرو حتى لل 95 دقيقه تلعب الكوره تنجم ليسبيرونس تلعب بزيرو زيرو لل 95 دقيقة وهي ولا لل 90 دقيقة وهي في 0-0 الا لو شونس باش تماركي بونتو ولا لو شونس باش ترشح ليسبيرونس. يعني ديما لنا زيرو يخلي ليكيب ادفيرس في سيتياسيون صعيبة برشا. شنو مشكلته الاهلي غاديكا يا يقتل الطرح
يا باش يقعد ديسبيرونس كي يتمركي له باش يقعد في لانازيرو فرحان ولا في سكور 0-0 راه تنجم ديسبيرونس ترجع لك في اي سؤال. وهذا هو يلزم معلومه نوصلوها للملاعبيه نتاعنا ونقولوا لهم اقعدوا كونسونتري ال 90 دقيقه ان شاء الله اقعدوا مريقلين راهو البونتو ينجم يجي حتى في بالاريتي وينجم يجي حتى في 90 دقيقه من هذه هي البريفيرونس ما استناوش 90 دقيقه لا لا ما عندنا نقعدوا واضح سامي اش حاب تقول فيس اش حاب تقول وليد العام 95 ترجي والاسماعيلي ترجي كان خسر وقت في الدور الربع النهائي لهنا هدف مقابل صفر كما الماتش ب 10 خسر توفيق ليشلي نحكي على الاهلي مشى الاسماعيلي لا الاسماعيلي وقتها يمكن رقم الاهلي هذه 10 مرات عام 95 مشى الغاديك عمل 0-0 والترجي قدم لقاء كبير كان قادر يخسر هدفين مقل الهدف الاهلي ناوي حسب اختيار الملعب ملعب السلام ناوي هو باش يضغط وباش يبريسي الاسبيرونس هذا قبل اللقاء ذهب ما نعرفش استراتيجيه باش تبدل وليد بن حومه في فلاش بوز وبعد مكملين اخر نص ساعه من حصتنا اليوم.